وبركاته. معكم مهندس احمد شكري محمود، مركز شبكه معلومات جامعه اسيوط. يا ريت حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه عشان يصلكم منا كل جديد. سنشرح الان حضراتكم كيفيه ضبط اعدادات الراوتر اللي من نوع سيسكو. لاحظتكم من النوع سيسكو، الموديل بتاعه واب 131 او WAP 131. الراوتر ده حضراتكم لما تجيبه جديد حضراتكم بيكون وراء الادابتور ده، ده الادابتور وراه كابل نت اللي هو ده حضراتكم، وراه حضراتكم الاسطوانه دي. لاحظوا حضراتكم من الخلف هنا بيركب الباور، وهنا بيركب كابل النت، وده زرار حضراتكم الاون والاوف اللي انا بشغله واطفيه منه، وهنا في زرار حضراتكم اسمه ريسيت اللي هو ده حضراتكم ريسيت. ده انا ممكن اعمل منه ايه، ان انا لو حبيت ارجع الواي فاي او الراوتر الى ضبط المصنع. فنبدا نوصل كابل النت حضراتكم بيه الاول. انا كده حضراتكم وصلت كابل النت وكابل الباور الخاص بيه. الطرف الثاني من كابل النت حضراتكم اوصله بالكمبيوتر، وبعد كده ابتدي اشغل الاكسس بوينت بزر الباور الخاص بيها. هتلاقي هنا في الامام حضراتكم اللمبه دي خاصه بتاعت الباور، واللمبه دي خاصه انه كابل النت واصل، وفي لمبه في النص هنا بتنور لما الواي فاي يشتغل. هنشوف دلوقتي حضراتكم بعد ما وصلنا الراوتر وشغلناه هتعلم ازاي نعمل له كونفيجريشن على الكمبيوتر. وسنشرح الان حضراتكم خطوات ضبط الراوتر اللي هو سيسكو موديل WAP 131. قبل ما نبدا حضراتكم في عمليه الاعداد لازم ان نضع الاسطوانه اللي جايه وراها حضراتكم. هنفتح الاسطوانه الاقي في مجلد فيها اسمه دوكس، في كذا لغه حضراتكم. طبعا هفتح اللغه اللي هي الانجليش الاي ان، وادور على الملف اللي خاص بالموديل اللي انا مشتريه حضراتكم اللي هو واب WAP 131 اللي هو ده. افتح الملف ده حضراتكم واتصفح المانوال الخاص بيه، سيسكو كويك ستارت جايد اللي يهمنا حضراتكم الجزء ده الديفولت سيتنج الخاص بالراوتر. لو تفتكروا حضراتكم لما شرحنا ضبط اعدادات اللي هو الراوتر اللي هو الخاص بشركة وي، كان حضرتك اليوزر نيم والباسورد اللي انا بدخل بيها على الراوتر كانوا مكتوبين على ظهر الراوتر. لكن في الراوتر اللي اسمه سيسكو ده حضراتكم تلاحظوا اليوزر نيم والباسورد موجودين في المانوال الموجود على الاسطوانة. فانا فتحت المانوال دلوقتي حضراتكم، هلاقي هنا حضرتك اليوزر نيم اسمه سيسكو والباسورد اسمه ايه، سيسكو. طب الاي بي ادرس اللي انا هدخل بيها الراوتر اللي هو ده 192.168.1.245، لكن كان في ويك حضراتكم كان 192.168.1.1. عشان اقدر ادخل على الراوتر حضراتكم لازم اظبط الكمبيوتر بتاعي على اي بي في نفس الرينج او في نفس السب نت ماسك دي 255.255.255.0. طب اظبط الكمبيوتر بتاعي ازاي حضراتكم؟ يبقى اديله مثلا اي بي 192.168.1 ضد اي حاجه تانية لازم يكون في نفس الرينج ده. فاجي هنا حضراتكم افتح، اجي هنا على كارت النت في منطقه الاستشاره اعمل كليك يمين عليها واضغط على اوبن نتورك انترنت سيتنج، واجي هنا اضغط على ايثرنت بدات تشينج ادابتر اوبشنز، واجي على كارت النت حضراتكم اعمل كليك يمين واختار بروبرتيز انترنت بروتوكول فيرجن 4 وبقول بروبرتيز، واجي هنا ادي الكمبيوتر بتاع اي بي ادرس 192.168 بعد كده 1
وكده ادي له اي رقم هنا مثلا 122. واجي في السبنت ماسك حضراتكم اعمل كليك كده الاقي خد لي هنا 255 255 255 0. فلازم الكمبيوتر بتاعي يكون في نفس السبنت ماسك الخاصه بايه بالراوتر. وبكده اضغط على اوكي. بكده افتح حضرتك اي براوزر سواء الانترنت اكسبلورر او مايكروسوفت ايدج او الجوجل كروم او الفايرفوكس. فافتح مثلا الفايرفوكس واجي في شريط العنوان حضراتكم اكتب الاي بي ده اللي هو 192.168.1.1 واليوزر نيم سيسكو سي اي اس سي سي او والباسورد سيسكو. يبقى اجي هنا حضراتكم في شريط العنوان اكتب 192.168.1.245245. وكده اضغط انتر. لو اداني الشاشه دي حضراتكم بيقول لي هنا في فور وورنينج بوتنشال سكيورتي ريسك، يعني في مخاطره لو انا دخلت عليها. اقول مفيش مشكله اضغط على ادفانسد. وكده انزل تحت هنا واقول له ايه اكسبت ذا ريسك اند كونتينيو، يعني اقبل هذه المخاطره، بمعنى اقبل هذه المخاطره واستمر. هطلب مني حضراتكم اليوزر نيم CISCO ده اليوزر نيم بتاع الادمنستريتور بتاعه، وبعد كده الباسورد سيسكو. وكده اضغط على لوج ان. هدخل لحضراتكم على الشاشه الرئيسيه. هنا بيقول لحضراتكم اكسس بوينت سيت اب ويزارد، ده المعالج عشان اعمل سيت اب للاكسس بوينت. لا اقول له هنا كانسل. بعد كده مباشره حضراتكم تلاقي طلب مني ان انا اغير كلمه السر اللي هي سيسكو، دي خاصه موضوع خاص بايه بالسكيورتي. فاجي حضراتكم هنا اكتب الاولد باسورد اللي هي سيسكو، وكده اعمل باسورد جديده حضراتكم. يفضل قبل ما اعملها حضراتكم اكتب الباسورد كومبلكسيتي اعمل لها ديسيبل. بعد كده ايه اوكي. ليه حضراتكم؟ عشان بيعمل عليها قيود على الباسورد، لازم الباسورد ما تقلش عن 8 حروف ويكون فيها حروف وارقام وحروف وعلامات خاصه. لا انا فاعمل لها ديسيبل عشان ما تعكسنيش المشكله دي، واعمل باسورد زي ما انا عايز نيو باسورد. وبعد كده اعمل كونفيرم باسورد اكتبها مره تانية. دي حضراتكم الباسورد اللي انا ادخل بيها بعد كده على الراوتر يعني. ماشي. بعد كده اضغط على سيف. طب حضراتكم هيخرج من الصفحه الرئيسيه الخاصه بالراوتر، بعد كده يطلب مني ادخل بكلمه السر ايه الجديده. فطبعا اليوزر نيم زي ما هو حضراتكم سيسكو اس سي او، دي ما غيرناهاش. لكن الباسورد هدخل بالباسورد الجديده. الموضوع ده فور سكيورتي للتامين يعني حضراتكم. بكده هضغط على اللوج ان. هيدخل لحضراتكم على الصفحه الرئيسيه اللي خاصه ايه بالاعدادات الخاصه بالراوتر. من القائمه الرئيسيه حضراتكم ديت اختار وايرلس. بكده اضغط على راديو. وهنشتغل دلوقتي حضراتكم على راديو 1 اللي هي 2.4 جيجا هرتز. وفي خانه حضراتكم اللي هي بيزك سيتنجز قدام راديو هنا هنضغط على انيبل. وفي خانة الشانل حضراتكم هنختار الشانل 11. في ملحوظة مهمة حضرتك هنا، لو كان عندك في كذا اكسس بوينت في نفس المكان يفضل تعمل فاصل في الشانل. يعني مثلا الاكسس بوينت الاولانية تديها شانل 1، يبقى الاكسس بوينت التانية تديها شانل 6، الاكسس بوينت التالتة تديها شانل 11، يكون في فاصل في الشانل بينهم عشان ما يحصلش تداخل بينهم. فانا اخترت شانل 11. بكده حضراتكم هضغط على سيف. بكده يقول يور وايرلس سيتنج ار اباوت بي ابديتد، اقول له اوكي. سو بعد كده حضراتكم نختار راديو 2 5 جيجا هرتز، وهنعمل انيبل برضو قدام الراديو كده، نعمل انيبل. وفي خانه الشانل حضراتكم هسيبها ايه اوتو. بكده اضغط على ايه على سيف. بكده اوكي. من الشاشه الرئيسيه نختار نتوركس. في جزء حضراتكم اللي هو فيرتشوال اكسس بوينت اس اس اي ديز، نضغط على ايه، نحط علامه صح هنا. وبكده هضغط على ايديت عشان عايز اغير الاس اس اي دي نيم اللي هو ده حضراتكم اسم الشبكه اللي هيظهر على الموبايلات للناس اللي تدخل على الواي فاي
او على اللابتوب او الكمبيوتر. بكده اقول له ايديت حضراتكم، الاقي الديفولت بتاعها مكتوب سيسكو اس بي اللي هو الاسم ده. ممكن انا اغير حضراتكم مثلا اخليه مثلا اهلي 20 21. الاسم ده حضراتكم سميته اهلي 20 21، انا هنساه اعمل له كوبي عشان احتاجه فيما ايه بعد. بعد ما غيرت اسم الشبكة حضراتكم الى اهلي، اجي انا حضراتكم في السكيورتي اختار دبليو بي اي بيرسونال، فيطلب مني كلمة السر حضراتكم، اكتب هنا كلمة السر اللي انا عايزها. لو عايز اشوف الحروف اللي انا كتبتهم حضراتكم اقول له هنا شو كي از كلير كذا، دي كلمة السر. فطبعا كلمة السر ده حضراتكم اللي انا اللي الناس هم هيدخلوا بيها على الواي فاي، يعني اي واحد معاه موبايل حضراتكم هتظهر اسم الشبكة اهلي 20 21، وهيطلب منه كلمة السر، يكتب كلمة السر دي حضراتكم. لو شلت علامة الصح دي حضراتكم هتبقى ايه كرمود كنجوم كده. بعد ما كتبت كلمة السر حضراتكم هضغط على سيف وكده اوكي. ثم حضراتكم هنكرر نفس الخطوة حضراتكم مع ريديو 2 برضو، احنا في النتوركس. وضع علامة الصح هنا حضراتكم، بكده اضغط على ايديت، هكتب برضو هنا اسم الشبكة، هعمل بيست. احنا قلنا هنحتاج بعد كده، عملنا كوبي قبل كده اللي هي اهلي 20 21. وفي الجزء السكيورتي حضراتكم اختار برضو دبليو بي اي بيرسونال، واكتب كلمة السر نفس كلمة السر اللي كتبناها قبل كده. ثم اضغط حضراتكم سيف وبعد كده ايه اوكي، زي ما احنا عملنا ايه سابقا. هننتقل حضراتكم دلوقتي للجزء اسمه لان. هنختار من الجزء اللي اسمه لان حضراتكم اي بي فيرجن 4. في عندي اي بي فيرجن 6 بس احنا شغالين على الاي بي فيرجن 4. طبعا هنا في الاي بي فيرجن 4 حضراتكم الغي الدي اتش سي بي. ليه حضراتكم؟ الدي اتش سي بي حضراتكم دي عباره عن ايه؟ السيرفر بيوزع اي بيهات على الاجهزه. اخلي الدي كاكسس بوينت بتوزع ايه؟ نت فقط كاكسس ايه بوينت. فديها استاتيك اي بي. الاستاتيك اي بي حضراتكم المفروض ما يعملش كونفليكت مع الاي بيهات الموجوده في الشبكه عندي. فاشوف مع المهندس المشرف على توزيع الاي بيهات، اخد منه اي بي عشان اضعه للاكسس بوينت اللي انا شغال عليها دي. هديله الاي بي ده اللي 192.168.61، بعد كده 251، والسب نت ماسك حضراتكم زي ما هي 255.255.255.0. الديفولت جيت واي حضراتكم او الديفولت جيت واي لازم تبقى نفس الرينج اللي هو اللي انا ايه مديلي الاكسس بوينت، يعني 192.168 برضه اديله هنا ايه 61.1. بكده حضراتكم اضغط على سيف اوكي، اخر خطوه اضغط على سيف ايه اوكي. تلاحظوا حضراتكم لمبه الواي فاي نورتها، اللمبه دي معناها ان الواي فاي خلاص شغال وممكن يوزع ايه نت لو انا وصلته بالنت. عايزين ندخل نت حضراتكم عن طريق الموبايل او عن طريق ايه الجهاز الكمبيوتر، بس عن طريق كارت الواي فاي. نكمل شرح لكم بعد توصيل الايه الواي فاي بكابل بالنت. يبقى دلوقتي حضراتكم عايز اكمل ازاي ان انا ادخل على النت عن طريق كارت الواي فاي الخاص بالكمبيوتر بتاعي. هنعمل لوج اوت. هاجي حضرتك هنا اعمل كليك يمين على كارت النت واقول له اوبن نتورك انترنت سيتنج. بعد كده ايثرنت تشينج ادابتر اوبشنز.
اجي هنا حضراتكم على كارت النت، اعمل كليك يمين عليه واقول له كونكت، هجيب لي اسماء الشبكات اللي هي شايفها حضراتكم، الاقي الاكسس بوينت اللي انا وصفتها اسمها اهلي 2021 اهي، اعمل كليك عليها حضراتكم كده واجي اقول له ايه كونكت، هيطلب مني كلمة السر، اكتب كلمة السر حضراتكم بكده اضغط ايه نيكست، قول دي want to allow your PC to be discovered your other PCs and كا قول يس. هنا الحمد لله هنا قال لي connected، يبقى كده تم التوصيف بنجاح. لو دخلت حضراتكم على عملت دبل كليك عليها كده قلت له هنا ديتيلز، هلاقيه خد لي IP من الشبكة الخاصة بيا مباشرة اهو كده اشتغل الحمد لله. طب نجرب النت، ندخل مثلا على الانترنت على الفايرفوكس، اكتب هنا مثلا www.youtube.com واضغط انتر. في اليوتيوب حضراتكم عايز ادخل على القناة الخاصة بيا، هعمل في صندوق البحث هنا اكتب احمد فكري محمود بكده اضغط انتر، هجيب لحضراتكم القناة هي. اتمنى ان شاء الله يكون الشرح واضح ومفهوم، نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.